ربما سيكون هناك 100 مليون من تلك الجرعات قبل نهاية السنة، وهناك 300 مليون قبل نهاية أو نصف منتصف السنة المقبلة. لقد رأينا هنا حماسا كبيرا، واتفقنا على العمل معا حتى يكون العالم مستعد التعامل مع الأوبئة المستقبلية، لأنه ستكون هناك أوبئة مستقبلا. وأظن بأنكم قد رأيتم البيان المشترك لقمة المجموعة السبع، أنا متأكد بأنكم رأيتم هذا البيان. وأيضا سنتابع عملنا الذي يتضمن ليس فقط كيفية التعامل مع توزيع والمساعدة في تطعيم العالم، ولكن كيف يمكن أن نتعامل معا لوضع آلية حتى نتعامل ونتنبأ بالوباء المقبل إذا جاء طبعا، وستكون هناك أوبئة. وأيضا اتخذنا خطوات مهمة في العمل على تعافي الاقتصاد العالمي بوضع أسس لأن يكون هناك اقتصاد متكامل عالمي. فالزعماء هنا اتفقوا على أن يكون هناك ضريبة ب 15% كنسبة أقل على الشركات، وخاصة التي مثلا التي تعتمد على الملاذات الآمنة حتى تدفع أكثر، ونضمن بأنه سيكون تلك الضريبة الأدنى ك 15% للشركات لقاء الأرباح التي تحققها في دول العالم. وهذه الاتفاقيات يمكن أن تساعد الدول الأخرى لتخرج من القاع، وطبعا ينبغي أن تكون هناك أولويات لحماية العمال والاستثمار في البنية التحتية، كما كان هناك التزام كبير في قمة المجموعة السبع ليكون هناك أكثر من 40 تريليون دولار نحتاجها لتطوير البنية التحتية للعالم. طبعا لقد طرحت فكرة أسميناه ببناء شراكة دولية أفضل. وفي نهاية المطاف ما يحدث هو أن الصين طبعا لديها مبادرتها، ونحن نعتقد بأنه سيكون من الأفضل لأن نسد حاجيات دول العالم معا. وطبعا نحن نبني كل شيء على المبادئ وعلى الشفافية، ولطبعا دعم مثلا البرامج الخاصة بالصحة والتكنولوجيا الرقمية والمساواة بين الجنسين والمناخ. هذا سيكون جيدا لكل العالم يمثل كل مبادئ الديمقراطية وليس طبعا المبادئ الأوتوقراطية أو المستبدة. أما فيما يتعلق فأعتقد بأن الفكرة هي بأننا سنضمن بأننا سنعمل معا على تعزيز قدرتنا لاستعمال مؤسسات المالية حتى يكون هناك تعزيز في البنية التحتية ومساعدة الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. وطبعا معظم هذا يأتي من القطاع الخاص، نحن نعتمد عليه أكثر، كما أننا التزمنا أيضا بالقضاء على مثلا المشاريع الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري. وقبل نهاية السنة سنتخذ خطوات. هناك طبعا دول شاركت في مجموعة السبع افتراضيا وتعتمد على الفحم، وهي قالت بأنها توافق على العمل معنا في هذا الإطار. إذن الانتقال إلى موارد الطاقة النظيفة ضروري جدا إذا أردنا أن نحقق طبعا أهدافنا للبيئة. وبعض الزملاء قال لي حينما كنت هناك، حسنا، الولايات المتحدة طبعا تعترف بالاحتباس الحراري، وطبعا هذا ربما يبدو غبيا، ولكن كان لدينا رئيس قال بأن هذا ليس مشكلة، أعتقد بأنه مشكلة وجودية تواجهها الإنسانية وعلينا أن نتعامل معها بهذه الطريقة. إذن هناك 100 مليار دولار نساعد فيها الدول النامية في انتقالها من الاعتماد على الفحم إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما اتفقنا على مواجهة الفساد التي طبعا هي سرطان في الكثير من دول العالم. ونعرف بأن مثلا هناك مشكلة مع الصين،
وكان هناك طلب بأن حينما طلب مني ماذا سأفعل بعد أن تم انتخابي، قلت بأننا سنعيد قوة العلاقات الأمريكية ويمكن الاعتماد علينا، التحالفات، واقتراح بأننا يمكن أن تكون معنا اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في العمل معا، وربما لا ينبغي مثلا يمكن تقوية مثلا قيلة العديد من الأشياء وغيرها، ولكن قلت بالنسبة للرئيس الأمريكي كل رئيس وكل رئيس الوزراء عليه أن يمثل قيم دولته، وأنا قلت بأننا منفردون كدولة، فنحن بنينا لم نبنى مثلا على الجغرافيا أو الدين أو غيرها، نحن دولة واحدة، قلنا بأننا نظمنا على أفكار وبأن كل النساء والرجال خلقوا سواسية، وهذه هي الحقيقة، وكل رئيس ينبغي طبعا أن يمثل دولته ولا يمكن أن يطرح أفكارا أخرى مغايرة لمبادئ دولته. نعلم بأن الفساد يقوض الثقة في الحكومات، فعلينا أن نعزز طبعا اقتصاداتنا ونقضي على ما يمثل خطرا لأمننا القومي. سنعمل معا طبعا لمحاربة مثلا غسيل الأموال والفساد، واتفقنا على أيضا مواجهة الهجمات السيبرانية من الدول ومن الأفراد، ونحاسب الدول التي تأوي هؤلاء الذين طبعا يخترقون العالم السيبراني ويرتكبون الجرائم مقابل الفدية. وأيضا أكدنا على أننا سنحمي الديمقراطيات وعلى أننا سنلتزم أولا بتوفير اللقاحات والقضاء على الوباء، وثانيا تحقيق التعافي الاقتصادي في العالم، وثالثا الاستثمار في البنية التحتية، ورابعا محاربة التغير المناخي. مواجهة التغير المناخي تحدث فقط بعملنا معا ومع شركائنا وحلفائنا، وأنا قلت لجميع زملائي ونظرائي بأن الولايات المتحدة ستقوم بدورها. الولايات المتحدة عادت إلى الطاولة، الولايات المتحدة عادت، والنقص في المشاركة في الماضي والغياب بالالتزام والانخراط طبعا كان قد لاحظه أيضا ليس الزعماء ولكن أيضا الشعوب، شعوب مجموعة السبع. الولايات المتحدة عادت للعب دورها في العالم، وإذا ففي نهاية المطاف كنت سعيدا جدا بالنتيجة، نتيجة هذه القمة كلها، ولقد لاحظت بأنه كان هناك تغطية لبعض الخطابات أو التصريحات التي ذكرها بعض زملائي بأننا طبعا نعمل معا، والحقيقة هي أننا نعمل معا، وشعرت بأن الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بالولايات المتحدة، ورأيت حماسا بأن الولايات المتحدة عادت إلى الطاولة وأنها ملتزمة ومنخرطة تماما. الآن طبعا سأذهب إلى بروكسل إلى الناتو، ومع نفس الأشخاص سيكونون حول الطاولة هناك في الناتو، وحتى نتحدث ونقول بأننا عدنا مرة أخرى، فنحن لا نرى الناتو بأنه ناد مغلق، نعتقد بأن الناتو مهم جدا لقدرتنا على طبعا الحفاظ على أمن الولايات المتحدة لأمن العالم المستقبلي. وطبعا أنا قلت وشكرتهم جميعا، قلت بأن الهجوم على واحد منه هجوم علينا جميعا. تذكروا ما حدث في 11 سبتمبر، هجمنا وسريعا الناتو دعمنا في ذلك، فالناتو دعمنا، وطبعا شاركوا في ملاحقة بن لادن وعملنا معا. وطبعا نحن نقول بأن الناتو مهم جدا. أعتقد في نهاية المطاف بأننا حققنا تقدما، وطبعا كان هناك مصداقية لعودة الولايات المتحدة. والآن ربما سأخذ بعض الأسئلة، وقيل لي بأن جوناثان طبعا الآن إليك السؤال.
ستقابل فلاديمير بوتين بعد يومين. قال بأن الآن العلاقات في أدنى مستوياتها مع الولايات المتحدة. وثانيا بنفس قلت أيضا بأنك لن تخشى لأن تقول لروسيا بشأن مثلا نشاطاتها في أوكرانيا وتدخلاتها في الانتخابات وغيرها. لماذا لا تجلسون معه وتقول له ذلك حينما يشاهدكم العالم؟ دعني أوضح. نعم هو كان محقا حين قال بأن الآن العلاقات في أدنى مستوياتها. وطبعا هناك كانت مشكلة حين كنت مرشحا وقبل أن أؤدي القسم قلت له بأنني سأحاول أن أعرف ما إذا كان يريد أن يتدخل في انتخاباتنا وبأنني سأنظر في ذلك وما إذا كان منخرطا في الهجمات والاختراقات الإلكترونية التي حدثت. ولكن قلت بأنني سأرد. قلت ذلك وتحققت من ذلك ورأيت الملفات الاستخبارات وهو كان منخرطا في ذلك ورددت وقلت له وأوضحت بأنني سأرد مرة ثانية. لقد وجدت دائما ولا أنوي أن أقول هنا بأن الصحافة لا ينبغي أن تعرف ولكن هذا ليس فيما يتعلق بالقول على الملأ. أعتقد بأن الأمر يتعلق بأنني علي أن أوضح ما هي الشروط حتى تكون هناك علاقات جيدة مع روسيا. نحن لا نتطلع لأن تكون هناك نزاعات. نحن نريد أن يكون هناك احترام للقانون الدولي. وثانيا ما يمكن أن نعمل عليه يمكن أن نفعل ذلك فيما يخص استراتيجية يمكن أن نعمل عليها ونحن مستعدون لذلك والآخرون أيضا مستعدون. إذن في نهاية المطاف أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل معنا مع هذه القضية أنا أعرف بأنكم طبعا ربما تودون أن أكون صريحا معه أمامكم في الإعلام ولكن أنا بكل تأكيد سأذكر هذا له. ولكن لا أود أن أدخل هنا وربما تتحدثون مثلا هل تصافح هل قال هذا الأمر أم لا. هو سيقول أمرا وأنا سأقول أمرا ولكن سنتعامل معه في نهاية المطاف. أنا آسف لأنني طبعا جينيفر جاكوب. فيما يخص الصين وهونغ كونغ وجينجيانغ وجنوب البحر الصين الجنوبي. الكلمة الأخيرة في بيانكم طبعا كانت مختلفة عن الأعوام الماضية بشأن الصين ولكن لقد رأينا طبعا مسودة بيان لم يكن فيها هناك أفعال أو أشياء كثيرة قوية. لماذا هذا البيان خيب أمل البعض؟ كما تعلمون في آخر مرة التقى المجموعة السبعة لم يكن هناك ذكر للصين ولكن في هذه المرة هناك ذكر للصين. ومجموعة السبعة طبعا ذكرت انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ وأيضا كان هناك تنسيق للتعامل مع الصين وسياساتها التي طبعا تقوض التنافس وكيفية فعل ذلك. وثالثا لأن تتخذ إجراءات ضد أعمال السخرة لأن هذا ما يحدث. وأيضا إذا اتبعنا معكم climate friendly transparent alternative to the Belt and Road Initiative and but in the meantime we're going to move forward. Look, I think it's always, let me put it this way.
بالنسبة للمعايير العالية الخاصة بمبادرة الطريق أو بناء الطريق، وسنتحرك إلى الأمام. أعتقد، دعني أعبر عن المسألة بهذه الطريقة، أعرف أن هذا سيبدو، أعتقد أننا في منافسة، مع ديكتاتوريين، مع حكومات أوتقراطية أو ديكتاتورية. المسألة ليست هل الديمقراطية تستطيع أن تنافسهم في القرن 21 الذي يتغير بسرعة. الديمقراطيات ستحدد هل أحفادنا سينظرون بعد 15 عاما من الآن ويقولون هل وقفوا فعلا حماية للديمقراطية. أنا في اجتماعي مع كل الزملاء اعتقدوا أن هذا صحيح، ليس فقط الآن بسببي، ولكن هذا هو الواقع. أعتقد أننا سنرى تعامل مباشر مع الصين. ومرة أخرى أنا لا Are you saying, Mr. President, are you satisfied with what came out in the communique, or did you wish it were tougher? Do you wish there was more action on China? I think there's plenty of action on China, and there's always something that you can. I'm sure my colleagues think there's things they think they could improve that they want it, but I'm satisfied. Steve Holland, Reuters. Thank you, sir. Just to follow up on question, the communique cited a variety of fronts on China, everything from human rights, the origin of the COVID virus, Taiwan. What do you think China needs to do to ease tensions? I think China has to start to act more responsibly.